بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن، ونستكمل دروس الذكاء الاصطناعي وبايثون. اليوم إن شاء الله نتكلم على البري تريند موديل في كراس موديل، اللي هي نماذج مدربة مسبقا في كراس. طبعا هذا بيفيدني كثير إني ممكن أعمل ديتكشن لأوبجكتس عن طريق هاي المودلز اللي أوردي هي تريند. ما في داعي أبني اي مودلز، بس انا بعرف الموديل اللي انا بدي اختاره من هذول المودلز الموجودين عندي اللي هم معرفين مسبقا ومدربين، مما يعني يساهم في سرعه انجاز بعض المهام وزياده الاكيورسي، الدقه في ديتكتنج الاوبجكتس. هذا درس مهم جدا لانه في عده مواضيع راح نتناولها ان شاء الله زي ما راح تشوفوا في السلايدز القادمه. الأجندة فور توداي إن شاء الله راح نتناول عدة مواضيع. أول شيء نعطي introduction عن الموضوع عشان نفهم كل جوانب الموضوع، بعدين نحكي إيش هي الـ ISVRC، بعدين نحكي على موضوع مهم جدا اللي هو Transfer Learning، بعدين نشوف كل المودلز اللي راح نتناولهم في هاي البرزنتيشن، بعدين نعمل comparison مقارنة بين معظم المودلز. في شوية graphs شفتهم على بعض الويب سايتس وبعض البيبرز، حبيت أشارككم هاي الجرافز. بعدين بنحكي على الـ VGG16، بعدين نشوف how to do the feature extractor، بعدين نشوف كيف طبعا كله بايثون، هذا راح نتناول الـ implementation، بعدين نشوف كيف تعمل extract the features from arbitrary intermediate layer with VGG19، بعدين نتناول الـ ResNet 50 Mobile Net Inception V3 Exception الـ DNSNet الـ NASNet. طبعا هذول كلهم عبارة عن models راح نتناولهم واحد واحد، نعطي فكره عامه عن الموديل ونعطي اكزامبل على بايثون نشوف كيف هاو تو امبلمنتد، وتشوفوا سهوله الامبلمنتيشن كيف نعمل ديتكشن لاوبجكت عن طريق نستعمل هاي المودلز بدون ما نبني اي يعني مودلز ونعملها تريننج. هي اوريدي بتكون تريند، بس احنا بنعمل بنستخدم هاي المودلز عشان نعمل ديتكشن للاوبجكتس. طب حتى نعطي يعني very good introduction عن الموضوع لابد لنا أن نتطرق إلى مواضيع أساسية. أول شغلة موضوع تدريب الشبكات العصبية الالتفافية، ممكن تستخدم أو يعني تستغرق ساعات، ممكن أيام، مرات حتى أسابيع، وحتى في بعض الأحيان إذا كانت الداتا ست عالية جدا وكبيرة جدا يعني والشبكة معقدة ممكن كمان تأخذ عدة شهور عشان بس ندرب الشبكات العصبية الالتفافية. إذا شو ممكن كيف ممكن نعمل حتى نقتصر هذا الموضوع؟ إذا أنت في عندك نموذج أوردي مدرب ممكن تستعمله، فهذا أحد الحلول إنك تستخدم نموذج أوردي مدرب وعليه ويتس. وبعض النماذج بنيت على داتا ست مشهورة اللي هي اسمها ImageNet. ما هي ImageNet؟ ImageNet هو كان مشروع يهدف إلى توفير قاعدة بيانات كبيرة جدا للصور. الموضوع الإيميج نت موضوع بدأ من تقريبا بجزء من 2010 أو حتى أقدم، باي إنهم جمعوا الملايين الصور وحطوها في قاعدة البيانات. هاي تقريبا قاعدة البيانات فيها أكثر من 20,000 صنف أو فئة. فإذا أنت بتجيب موديل، بتعمل موديل معين وبتدربه على الإيميج نت وبطلع الأكيرسي عالي، ممكن أنت ك مستخدم أخير إنك تستعمل هاي الويتس وتعمل ديتكشن طوالي للصور. هاي الايديا بيهايند هذا الموضوع. طبعا اللي صار بعد 2010 وطالع إنه في شيء اسمه ISVRC اللي هي اسمها ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. هاي عبارة عن تحدي أو مسابقة في فريق ImageNet إنه يا جماعة اللي بيعرف يسوي نماذج عن طريق الـ CNN اللي هي الشبكات العصبية الالتفافية، فيتفضل يعمل شبكات عصبية التفافية حتى يقدر يتعرف على تقريبا مليون صورة، مليون ومئتين ألف، وهي الصور تنتمي تقريبا إلى ألف فئة. فمن هون هذا التحدي وهذه هاي المسابقة، يعني نسميها مسابقة أو تحدي، أوجدت عند ناس كثير يعني محبة إنهم يدخلوا على هذا الموضوع ويبنوا شبكات عصبية التفافية ذات قدرة وأكيرسي عالية حتى يستطيعوا إنهم يبنوا نموذج معين بحيث إنه هذا النموذج يقرأ مليون، فوق المليون صورة، والفئات اللي فيها تقريبا ألف فئة.
فهاي الفكرة الأساسية اللي بنيت على الإيمج نت اللي هي داتا ست اللي ممكن تستعملها كداتا ست كبيرة جدا فيها إيمج كثيرة. يعني الـ ILC VRC اللي حكينا عنها قبل شوي، الهدف كان من التحدي هو تصنيف الصور وإعطاء أكيرسي عالي جدا بحيث أنه هاي الصور تنتمي تقريبا إلى 1000 فئة. طيب يتم تدريب تقريبا 1,200,000 صورة على مع تقريبا الفاليديشن أو الصور التحقق تقريبا 50,000، وفي عندك تقريبا 100,000 صورة للاختبار التستينج. الآن تمثل هذه الفئات الصور هذه تقريبا ما يقارب الألف فئة. هاي الفئات مين جابوها؟ تقريبا جابوها من الأشياء اللي هي غالبا نشوفها في حياتنا اليومية، مثلا الحيوانات الأليفة المنزلية زي مثلا الكلاب والقطط، المركبات اللي هي السيارات وأنواعها وهكذا. طبعا اللي بيحب يتعرف على إيش هاي الفئات الألف فئة اللي دربوا عليهم موجودين في هذا اللينك موجود هون. طيب الآن الإيمج نت كان هو حقيقة التحدي أنك أنت توجد يعني موديل معين، نموذج معين يستطيع أن يقوم في هذا التحدي، و يعني هيمنة الشبكات العصبية الالتفافية على هذا الموضوع لأنه تعطي أكيرسي عالية، وطريقة السي إن إن هي حقيقة للتعامل مع الصور. فكان معظم النماذج الموجودة هي أصلا مبنية على مفهوم السي إن إن الأساسي، لكن اللايرز بنيت بطريقة معينة زي ما راح نشوف في الخوارزميات القادمة. الآن هاي النماذج اللي بنيت في مكتبة كراس هي بنيت على من الشبكات العصبية الالتفافية اللي تعطي إيش أفضل أداء تحدي على الإيمجنت. ومنذ ذلك الحين يعني بنيت عدة نماذج على هذا الموضوع زي ما راح نشوف بعد شوية، ورح نأخذ كل نموذج لوحده ونعطي بس كفكرة عامة عن النموذج، ونعطي كمان مثال على بايثون كيف تستخدم هذا النموذج في الديتكشن. هذا الموضوع حقيقة بفيدنا كبير شيء، يعني بفيدنا جدا وبشكل كبير جدا في شيء ما يسمى بالترانسفير ليرنينج اللي هو نقل التعلم. هلا نعطي السلايد اللي جاي شو مفهوم الترانسفير ليرنينج اللي هو نقل التعلم، يعني زي مثلا استخراج الميزات وضبطها، كيف تستخرج ميزات features extractions وخلال weights، وكيف تستخدمها وكيف تعيد بنائها أو تكمل عليها وإلى آخره. لأن طيب ما هو transfer learning؟ بكل سهولة transfer learning هو يعني نموذج من التعلم بحيث أنه يتم استخدام نماذج مدربة مشكلة على مشكلة سابقة انحلت وفي نموذج already مدرب عليه، يتم استخدام الويتس والنماذج على نموذج آخر ذات صلة، يعني على نموذج جديد مشكلة ذات صلة مشابهة للمشكلة القديمة. ففي عندي أنا نموذج سابق، هذا النموذج السابق يتم تدريب عليه وانتهينا منه، ممكن بدل ما أني أبدأ على مشكلة جديدة وهي قريبة من المشكلة هذيك أني أسوي نموذج جديد وارد أدرب، لا ممكن أستخدم الويتس الموجودة على هذاك النموذج المدرب مسبقا بحيث اني انطلق من خلال هذا النموذج. اللي بفيدني بشكلتين الموضوع، اني انا ما في داعي اني ابني نموذج جديد، هنا اختصرت الوقت، بكون التدريب اسرع جدا وخلي كمان اختصرت وقت التدريب، وينتج خطا اقل لانه هذاك النموذج اللي اوردي مبني ومدرب اوردي وفي ويتس فانا ممكن استخدمه. فأنت بدل ما تستخدم نموذج جديد وأنت تدربه وتجيب الصور وتدرب عليه، أنت بتبدأ من نقطة معينة بحيث أنه الأوزان اللي هي الويتس اللي استخدمت في النموذج الأول تستخدم في النموذج الجديد. الآن في كراس هناك نماذج مدربة مسبقا من خلال التحدي والمسابقة اللي حكينا عنها، نتج منه تطبيقات. هاي التطبيقات والنماذج راح نشوفها بعد شوي، نأخذهم نموذج اللي بيساهموا في الكمبيوتر فيجن اللي هو رؤية الكمبيوتر. طبعا بيكون عندي الدقة أعلى وبيكون عندي الأداء أفضل. إيش هم النماذج اللي حكينا عنهم؟ صارنا من بداية نحكي عن النماذج. النماذج اللي هي pre-trained models، نماذج في كراس أو تطبيقات في كراس pre-trained model عن طريق التحدي والمسابقات اللي صارت خلال هالثمان سنوات اللي مضت، نتج عنه الكثير من المودلز. أشهر هاي المودلز هذول المودلز اللي هم VGG 16 و19، ResNet، MobileNet V2، Inception 3، MobileNet Exception
دينيس نت اند ناس نت. هذول اشهر تقريبا النماذج المدربه مسبقا اللي انت من خلال هاي النماذج ممكن تستخدمهم عشان تعمل انت ديتكشن وريكوجنيشن لاوبجكتس بدل ما انت تبني يور اون لايرز يور اون موديل. فهيك بتختصر يعني 90 او 95% من شغلك باستخدام هاي النماذج. لان هاي النماذج ليش تختلف، يعني بماذا تختلف عن بعضها؟ بتختلف النماذج في الدقه بالاكيوريسي، بتختلف في عدد البارامترز اللي هلا بلش بحكي لكم عنهم، بختلف كل نموذج انه في ويتس، يعني كل وحده في لها ميجا بايتس اوف ويتس، في شيء 4-5 ميجا وفي شيء 200 ميجا بايت من الويتس. فالسايز حتى تبع هاي النماذج يختلف اللي هم الويتس اللي انت ممكن تستعملهم. الان all these models بيشتغلوا على الباك اند على تنسر فلو على ثيانو عند السي ان تي كي، يعني ما فيش اي مشكله بيستخدم هاي كل النماذج. وراح نتطرق بعد شوي بعد ما نعمل كومباريزن بسيط بيناتهم الى نموذج نموذج ونتعرف بس على النموذج بشكل عام وبناخذ مثال عليه على بايثون. هاي كومباريزن بين النماذج هاي. طبعا لاحظوا انه عندي مثلا ال في جي جي 16 و19، الريست نت في عندي 50 101 152 وهكذا. يعني في لهم فيرجنز معينه وفي لهم مقاومه معينه، بيعتمد حسب هاي اللي هم البارامترز او الفيتشرز. عندنا سايز يختلف، لاحظ انه الاكسبشن تقريبا 88 ميجا بايت حتى تنزله، الفي جي جي 16 تقريبا 528 ميجا بايت حتى تستخدم هذا الموديل عندك. الان كيف تستخدمها؟ طبعا انت بس تعمل رن للبايثون كود فهو لحاله بيعمل لك داونلود للموديل هاي، للويتس كلها تبعت الموديل هاي. فثاني مره لما تعمل برنامج ثاني بنفس الموديل بيستخدم الموديل تبعك اللي انت اوريدي عملت له داونلود. الان شوف الاكيوريسي، في عندنا اكيوريسي 1 وعندنا اكيوريسي توب اكيوريسي 5، تختلف من نموذج لنموذج زي ما انتم شايفين. في عندنا البارامترز، هلا بحكي لكم ايش البارامترز. وفي عندنا الدبث، لاحظوا انه في عندي مثلا 126 دبث هون، عندي هنا depth 23، قديش في عندي depth باللايرز. لاحظوا في تقريبا 572 بالانسبشن، لاحظوا قديش هو عميقه، قديش في deep layers موجوده في النموذج يختلف عن النموذج. الديفولت انبوت سايز، الديفولت انبوت سايز اللي هو الايمج اللي بدك تدخله على هاي النماذج باي ديفولت، اول نموذج الاكسبشن 299 بكسل باي 299، الفي جي جي 16 224 ضرب 224، هاي حجم السايز البيكتشر سايز تبع الصوره اللي انت بتستخدمها وهكذا. لاحظوا كيف هي ديفولت الصور الموجوده عندي. نرجع طبعا ديبث، الديبث المقصود فيه هون ايش؟ ريفيرز تو ذا توبولوجيكال ديبث اوف ذا نتورك، قديش عندك انت ديب لايرز داخل هاي النتورك، معماريه هاي النتورك. فمعماريه النتورك تختلف من نتورك لوحده ثانيه، من وحده لوحده. طبعا كلهم معظمهم كلهم سي ان ان كونفوليوشنال نيورال نتوركس، شبكات عصبية التفافية، لكن كيف سوى اللايرز داخل هاي الشبكة هون اختلف الموضوع. في منهم سوى بطريقة معينة تختلف عن طريقة أخرى، كل من عنده سوى طريقة معينة حتى عمل تريننج لل 1.2 مليون يعني ايميجز اللي فيهم تقريبا حوالي 1000 فئة. نرجع لموضوع البارامترز. البارامترز موضوعها انه قديش انا ممكن يكون عندي ليرنبل اليمنت بالنتورك. شو معنى هذا؟ لاحظوا لو يكون عندي مثلا convolution layer وmax pool layer، convolution layer يتم فيها تعليم، يعني فيها learning، فيها learning صح؟ كيف بصير learning؟ learning بصير عن طريق الفلترز. فمجموع الفلترز في convolution layer هاي زائد layers الثانية كلها في النتورك مجموعهم كله، هذا هو البارامترز اللي شايفوا عندي هون. مثلا الماكس بولينج طبعا ما فيها ليرنينج، فبتكون الليرنينج اليمنتس فيها زيرو، الانبوت لاير ما فيها بكون زيرو، اما الكونفوليوشنال لاير والفولي كونكتد لايرز بكون فيهم لانه فيهم ليرنينج. فلاحظوا البارامترز عندي هون مثلا 22 مليون اليمنت بارامتر، عندي هون مثلا 4 مليون، عندي هون 3 مليون ونص، عندي هون 8 مليون، هون عندي 88 مليون. لاحظوا قديش يختلف من واحد لواحد. هنا عندي 138 مليون على الفي جي جي 16. فحتى اعطيكم اكزامبل كيف تحسبوا انتم البارامترز. This is just a simple example يعني for your reference so you can see this. هاي عندي مثلا كيف هو حسب للفي جي جي 16، هاي كل اللايرز الموجودين عنده، هاي كل اللايرز،
وكل لاير حسب فيها الـ هنا حسب فيها الميموري يعني الاكتيفيشن لايرز، قديش في عندك نود بالاكتيفيشن لايرز، وهون حسب عندك الليرنبل اليمنتس. فمجموع هذول كلهم زائد هذول بيطلع عندي 138 مليون في ال VGG 16. طبعا هذا for your reference، بس حبيت أوضح لكم شو المقصود في موضوع الباراميترز. لا خلينا نشوف يعني بعض السلايدز بس الكومبارزن في هاي البيبر. لقيتها عامل كثير نتس حاطها وحاط كومبارزنز بين التوب 1 وتوب 5 accuracy وبين الاوبريشنز والنمبر جي فلوبس على الجهاز. فلاحظوا يعني كل ما تمشي للاعلى كل ما زاد الاكيورسي. لاحظوا مثلا عندك الناس نت لارج يعني الاكيورسي عالي جدا، بس بتاخذ يعني اوبريشنز كبير. لاحظ كيف، فعندكم هاي الفي جي جي 11 13 16 وهي 19 اللي راح نحكي عنهم وين موقعهم، وهكذا الدنس نت هيها مثلا اللي راح نحكي عنها بعد شوي، الانسبشنز وهكذا. هذا كمان انذر جراف بيوضح لنا مثلا هي عندك الاليكس نت وهي عندك مثلا الناس نت لارج. لاحظوا الريليتيف بريدكشن تايم يوزنج الجي بي يو جرافيكال بروسيسنج يونت وبين الاكيرسي. لاحظوا انه مثلا الناس نت تعتبر من المكتبات الاكيرسي فيها دقيقه جدا وممتازه. لاحظوا الراس نت والانسبشن تجي تقريبا بالوسط مع الفي جي جي 16 و19 بيجوا بشكل وسط من ناحيه الاكيرسي ومن ناحيه الاوبريشنز او الريليتيف بريدكشن تايم يوزنج الجي بي يو. الان ناخذ موديل ونتعرف على كل الاركتكتشر تبعت الموديل بشكل عام، لانه بلاش ندخل بتفاصيل لانه هذا نموذج اوريدي مسوي مبني، ممكن انك ترجع له تاخذ حتى السورس كود لهذا النموذج وتعمل يور اون تريننج على ايمجز معينه. كل السورس كود تبع الفي جي جيز وتبع كل الاذر مودلز موجودين بالجيت هاب. فبتروح على جيت هاب تبحث على كيراس مثلا في جي جي 16 سورس كود بيبين معك عندك السورس كود لهذا النموذج. اول نموذج اللي هو الفي جي جي. الفي جي جي واز انتروديوست باي سيمينون عام 2014، عندهم بيبر شارحين في الموضوع. وكل سهوله شو بيسوي هذا الفي جي جي معماريته، شو هي معماريته هون معماريته. فعندك الانبوت لاير هون، عندك هون بيعمل 3 convolution layer 1 max pooling، 3 convolution layer 1 max pooling، 3 convolution layer 1 max pooling، 3 convolution layer max pooling، 3 convolution layer max pooling، fully connected fully connected بعد الماكس السوفت ماكس. هاي هي معمارية هذا الفي جي جي. طبعا لما احكي في جي جي 16 او 19 هي stands for the weight layers in the network، قديش عندك weight layer of the النتورك اللي انت بنيتها. فهاي اول معماريه سهله واضحه كيف بناها ومبين شو اللايرز الموجودين عندي وكيف ببني هاي اللايرز، فهاي بسموها الفي جي جي. ناخذ مثال على الفي جي جي 16 نشوف كيف احنا بنستخدم الان. في اول مثال نموذج انه انا بدي اعطيه صوره مثلا كلب زي ما انتم شايفين هاي الصوره، وبدي اياه هو يعمل بريدكشن انه شو هاي الصوره. فلاحظوا انا بتقريبا فيو لاينز اوف كود بنيت انا نموذج كامل عندي، بنيت برنامج كامل في بايثون استخدمت فيه نموذج الفي جي جي واعمل بريدكشن واسم شوف كيف. اول شيء نعمل من كيراس بري بروسيسنج ايمج، عملت امبورت لود ايمج ايمج تو اري، عملت من الفي جي 16 بري بروسيس انبوت الديكود بريدكشن والفي جي جي 16. هاي الصوره موجوده عندي على الكرنت دايركتوري اسمها دوك دوت جي بي جي وهي السايز تبعها. وعندي هون قلت له ايمج يساوي لود ايمج، فقلت له بس لود ايمج لهذا الايمج. اللاين الثاني قلت له حول لي اري. اللاين اللي بعديه قلت له ريشيب ات باي 1 ايمج شيب 0 ايمج شيب 1 ايمج لشيب 2. بعدين قلت له الايمج يساوي بري بروسيس الانبوت ايمج. فهون بعمل بريبير ذا ايمج فور ذا في جي جي موديل، هون بعمل بس بريبريشن له عشان ادخله على الفي جي جي موديل. لان قلت له الموديل تبعي، لان هي الموديل تبعي، قلت له استخدم الموديل اللي هو اسمه في جي جي 16 اللي هو هيو اللي عملته امبورت منه. فبس عملت امبورت الموديل وعملت استعملته وشو قلت له؟ قلت له واي هات مثلا او اي اسم فيريبل يساوي الموديل دوت بريدكت هاي الايمج. اعمل لي بريدكشن لهذا الايمج. لاحظوا فهون قلت له خلي لي الليبل يساوي decode underscore prediction لواي هات
وقلت له الليبل يساوي الليبل في 0 0، اعطيني اول بريدكشن لانه هذا ممكن يعطيك اكثر من بريدكشن. هذا ديكود بريدكشن بيعطيك اكثر من بريدكشن، مثلا ممكن اقول لك مثلا هذا صوره اكس او صوره واي او صوره زد بنسبه معينه زي ما راح اشوف بعد شوي. فهون بس قلنا له احنا اعطينا ايش ديكود بريدكشن، وقلنا له اعطيني اول ليبل 0 اوف 0 وقلت له اطبع لي اياهم اوف 1 اوف 2. فقال لي هيو طبع لي اياهم، قال لي هذا عباره عن دوبرمان بنسبه 33%. فهي اول مثال. فلاحظوا لا عملت انا لايرز ولا سويت نتورك ولا سويت شيء، انا بس عرفت موديل وقلت له اعمل لي بريدكشن وكان الله بالسر عليم. فهذا فادني اني بدل ما ابني انا الموديل واروح ادربه لايام او اسابيع او اجيب الايمجز وانزلهم واجمعهم ولا الى اخره، في عندي هاي النموذج اللي فيه تقريبا 1000 اليمنت، 1000 اليمنت او 1000 صنف ممكن اني استعمل يعني الاشياء اللي بتشوفها في حياتك اليوميه ويعملك لها بريدكشن. فهذا اول مثال على الفي جي جي 60. كيف ممكن اعمل فيتشر اكستراكتر؟ فيتشر اكس نفس المثال اللي قبل شوي عملناه، هي عملنا لود للايمج، ايمج تو اري، ايمج ريشيب، وعملنا بروسيس للانبوت والفي، عرفنا الموديل. فهون قلت له موديل دوت لايرز دوت بوب، هي اخترت اللاير بديها اوكي. بعدين قلت له موف موديل يساوي موديل للانبوت موديل دوت انبوت والاوتبوت دوت يساوي موديل دوت لايرز اوف ماينس 1 دوت اوتبوت. وهون قلت له الفيتشرز يساوي موديل دوت بريدكت الايمج، فبرنت الفيتشر دوت شيب، برنت الفيتشر دوت شيب وضم تبع عندي كل الفيتشرز انتو ذيس فايل. فهيك انا عملت ضم للفيتشر تبعت الدوج، وممكن استعملهم في شيء ثاني. ممكن اني استعمل هاي الفيتشرز اوكي الموجوده في هذا الموديل اللي عمل بريدكشن للدوج واحطه واخزنه عندي بحيث اني دائما استخدم هذا الفيتشرز في ماي اون بروجرام. فهنا لاحظوا شو سوالي، طبع لي هي قال لي الشيب عباره عن 1 ضرب 40 96، وعمل لي فايل، هذا الفايل اسمه dog.pki. هذا الفايل انت ممكن تقرا او تسوي برنامج اللي يقرا لك الفيتشرز تبعات الدوغ هذا، وممكن انت تستعمله حتى تعمل بريدكشن دائما على الفيتشر تبعات الدوغ. فانا لاحظوا كيف انا استعملت الفيتشرز نوع من الترانسفير ليرنينج، اخذت الفيتشرز اللي عندي موجوده في الموديل هذا للصوره هاي وخزنتها عندي. ناخذ مثال ثاني لاكستراكت فيتشرز فروم ذا اربيتري انترميديت لاير وذ في جي جي. فانا ممكن هسه اختار لاير معينه الانترميديت لاير واخذ منها الفيتشرز. فهي انا عملت هنا البيس موديل يساوي الفي جي جي 19، الويتس اللي هو ايمج نت، الموديل يساوي موديل دوت انبوت البيس موديل تبعي هي اللي هون عرفته دوت انبوت، والاوتبوت يساوي البيس موديل دوت جيت لاير، هاي اللاير اللي بدي اياها البلوك 4 اندرسكور بول. طبعا لازم تعرف انت معماريه الاركتكتشر تبعت هذا الموديل 100% عشان تقدر انك تستخرج لاير معينه دوت اوتبوت. وقلت له الايمج اللي بدي استعمله الاليفنت، هي الاليفنت، وقلت له اعمل لي لود للايمج، والاكس يساوي ايمج دوت اري اكسباند دايمنشن للاكس هذا، بري بروسيس الايمج، وقلت له هنا بلوك 4 بول اندرسكور فيتشرز يساوي الموديل دوت بريدكت اكس. فهي انا هنا اخذت كل الفيتشرز هاي الموجوده عندي، ممكن اعملها دم على فايل او استعملها في برنامجي. فلاحظوا كيف انا عملت هنا للاير معينه اكستراكشن، اكستراكشن الفيتشرز تبعاتها وحطيتها عندي هنا، ممكن اني استعملها انا في اي برنامج ثاني، ممكن اعملها دم على فايل، ممكن استعملها في انا ماي اون بروجرام حتى استعمل هاي الفيتشرز. بنشوف الان النت الثانيه ونشوف ايش معماريتها. النت الثانيه اللي هي بسموها ريس نت 50، في طبعا اكثر من نوع لكن راح نختار هاي ال50. هاي فيرست انتروديوست باي الهيت اي تي اي ال، بيبر اسمها ديب ريزيدجوال ليرنينج فور ايمج ريكوجنيشن. الريس نت اختصار لريزيدجوال ريزيدجوال ريزيدجوال نتورك، ريزيدجوال نتورك. بكل اختصار وبكل سهولة هاي تمثل معمارية هاي الشبكة. الآن instead of trying to learn an underlying mapping from x to h of x, learn the difference between the two or the residual. بدل ما احنا ما نتعلم نصير بين x وبين next layer ال h of x، احنا بنشوف الفرق بيناتهم، والفرق بيناتهم احنا بنضيفه على f of x. يعني هنا مثلا say that residual of x f of x يساوي h of x minus x. instead of trying to learn h of x،
انت اعمل زيد ريزيجوال على الاوريجينال، يعني بصير عندنا تراي تو ليرن وات اف اوف اكس زائد اكس، فذيس از وات وي ار تراينج تو ليرن. هاي المعماريه الاركيتكتشر تبعت هاي النتورك. فزي ما انتم شايفين اتس ستريت فورورد اتس نوت كومبلكس، بس انه غير طريقه الاركيتكتشر، خلى هو يشوف الفرق بين التو بين الاتش اوف اكس واكس، وهو يتحاول يعلم الاف اوف اكس زائد الانبوت زائد الاكس زي ما انتم شايفين هون. هاي اكزامبل على الريست نت فيري ستريت فورورد. فسبوز انا عندي مثلا هاي الصوره بدي اعمل لها ديدكشن، فبستعمل هذا بري ترين موديل، فبعمل امبورتنج من الريست نت 50، عمل لي امبورت للريست نت 50، عملت بروسيسنج للايمج امبورتنج، وعملت امبورتنج كمان للبروسيس انبوت وديكود اندرسكور بريدكشن. لاحظوا تقريبا هذول الفانكشنز موجودين في معظم المودلز، فمش راح يتغيروا عنا كثير، بس بتغير اسم الموديل ومنين راح نقرا من اي موديل. فقلت له الموديل تبعي يساوي ريس نت 50، هاي قلت له انا الموديل، هي الموديل تبعي ريس نت 50، والويت استعمل الاي اي ايمج نت، والايمج باث هي اسمه كات دوت جي بي جي، هي صوره القطه. لان قلت له لود الايمج، وقلت له هنا الاكس يساوي حولها لاري expand the dimension، وعمل لي pre process the input، حضر لي عشان ادخله على الموديل هذا. فسقلت له prediction يساوي model.predict x، هاي الموديل لك وهي عند الاكس، فبدي اعمل prediction لايش؟ للصوره هاي. فهسه بطبع اول هنا ثلاثه prediction، بقول له هسه اطبع لي اول ثلاثه prediction، تنبأ لي ايش صوره هاي واطبع لي اياهم هنا. فطبع لي اياهم هاي هنا اول ثري اللي هم اعطاني اول شيء ايجيبشن كات تقريبا 89%، لاحظوا هي فعلا 89% هي ايجيبشن كات. الثاني اعطاني تابي 0.03 تقريبا نون، وتايجر كات تقريبا 0.03 يعني نون. فهذا اللاين اعطاني اول ثلاثه اول توب برودكشن. طبعا اول واحد اللي هو اكثر واحد اللي هو بيكون عندي 89%. اذا بدي اطبع بس اول واحد بدل ما اطبع الثلاثه، بقول له ليبل يساوي ديكود اندرسكور بريدكشن دوت بريد، بقول له ليبل يساوي الليبل اوف 00 اللي هو اول واحد، هاي 0 اوف 0. بعدين قلت له اطبع لي ليبل اوف 1 وليبل اوف 2 اللي هو هذا 0 1 2، فطبع لي اول واحد هذا البريدكشن والنسبه تبعته، فطبع لي هي هون ذا هايست بريدكشن، هيو ذا هايست بريدكشن از ايجيبشن كات بنسبه 89% تقريبا، which is يعني very good يعني accuracy. فلاحظوا معمارية الكود هذا نفس اللي بي جي جي تقريبا، نفس الشيء تقريبا، ما اختلف عن بس انا بغيب ظن اغير النماذج، وقدر عمل لي هون يعمل نموذج تو بريدكت الصوره هاي، واعطاني very good prediction عليها. نيجي على الموبايل نت. طيب الموبايل نت كمان هي general architecture. الموبايل نت تتكون ما يلي، لاحظوا كيف هون عندي انا قديش في عندي التايب والسترايد الفلتر شيب والانبوت سايز. الكونفوليوشنال اول وحده كونفوليوشنال اس 2 ف 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 32. طبعا لاحظوا كيف هون بده يصير يحول من لاير على لاير على لاير على لاير. هون الثاني واحده اللي هي كونفوليوشنال، هاي اللي هي ديبث وايز ديبث وايز. فاول واحده اللي هي كونفوليوشن زي ما شايفين لاحظوا هنا، هي اول واحده اللي كونفوليوشنال وسترايد 2، بعدين عمل ديبث وايز كونفوليوشن، بعدين عمل بوينت وايز، بوينت وايز ذات دبل ذا نمبر اوف شانل، هاي ديبث وايز هي رقم ثلاثة، بعدين عمل ديبث وايز، عمل ديبث وايز هي ديبث وايز، بعدين عمل بوينت وايز، بضل يغير بين ديبث وايز وبين البوينت وايز، بين ديبث وايز وبين وايز. فلاحظوا قديش هون عمل لاير كلهم depth wise و point wise، وهنا عمل 5 times هذول layers، بعدين كمل هون، بعدين عمل هاي fully connected، هنا عمل طبعا pooling، بعدين عمل soft max. فهي الاركتكتشر تبعت الموبايل نت. خلينا نشوف مثال عليها. لو بدي مثلا اعمل detection او recognition للايمج هاي، لاحظوا انه few lines قدرت اعمل نفس الشيء، طبعا نفس المثال السابق تقريبا، بس هون حطوه في فانكشن، فعملت هون امبورتنج لكل الفانكشنز هذول اللي بدي استعملهم زي ما انتم شايفين. بعدين قلت له عندي هون الموبايل يساوي موبايل نت، فهذا الموديل تبعي، هذا الموديل تبعي. بعدين في فانكشن بيعمل بريبير للايمج بدل ما اخليه يعني لحاله زي ما شفنا قبل شويه، عمل فانكشن اسمها بريبير ايمج.
الان اس ام جي نقول له بري بروسيس ايمج يساوي بريبير ايمج، هاي الايمج بريبيرد، فهون عمل هاي الايمج لود الايمج، عمل الاري تو اري، عمل اكسباند لها وعمل بري بروسيس الانبوت، حضروا عشان يدخلوا على الموديل. هاي الفور لاينز راح يتكرروا دائما في كل الموديلز. هي عمل بروسيسنج للايمج، وهون عمل بريدكشن، بريدكشن يساوي موديل دوت بريدكت للبروسيس ايمج، وهنا عمل ريزلت يساوي الايمج نت اندرسكور يوتيليتيز دوت ديكود بريدكشن دوت بريدكشن، وهنا طبع لي الريزلت. فلاحظوا هي طبع لي هنا قال لي اول ريزلت هيها اللي هذا عباره عن جيرمان شيفرد بنسبه 94%. هي هنا مثلا انظر نوع عمل تقريبا 0% تقريبا، هاي النرويجن طلعت تقريبا 0.0، فاعلى واحد تقريبا هو اول واحد اللي هو جيرمان شيفرد، فلاحظوا انه فعلا هذا هو الجيرمان شيفرد، فعمل بريدكشن عن طريق هذا الموديل لهي الصوره. فلاحظوا اختصر علي قديش وقت وتعب اني قدرت اني استخدم هذا النموذج الموبايل نت حتى اني اعمل بريدكشن لصوره موجوده عندي مباشره. ننتقل الان الى الانسبشن. الانسبشن اركتكتشر انتروديوس باي هذا الشخص سنه 2014، وهي البيبر جوينج ديبر وذ كونفوليوشنز، وهاي البيبر بتعمل او هاي الاركتكتشر بيعمل ما يلي. من البريفيوس لاير بدخل على 1 باي 1 كونفوليوشن، بعدين 3 باي 3 كونفوليوشن بتطلع لهم من 1 باي 1 كونفوليوشن، بعدين 1 باي 1 كونفوليوشن بيطلع لك 5 باي 5 كونفوليوشن، بعدين الماكس بولينج بيطلع لك ال 1 باي 1 كونفوليوشن، بعدين بتودي على الفلتر كونكاتينيشن. لان هاي معماريه الانسبشن زي ما انتم شايفين عندي هون. اصبعت عليه اكزامبل، هاي اكزامبل على الانسبشن، لاحظوا ستريت فورورد نفس اللي سويناه تقريبا قبل شويه، ما عدا ان هون استدعيت الانسبشن اندرسكور في 3، وهي عملت امبورت للانسبشن 3، فلاحظوا انه في كابيتال لتر في سمول لتر هون موجوده، وعملت الامبورت للايمج وعملت امبورتنج للدي كود بريدكشن نفس اللي قبل شويه، قلت الموديل تبعي هو انسبشن 3 انسبشن 3، وعملت لود الايمج وعملت حولته لاكسباند دايمنشن، وعملت بري بروسيسنج للايمج هذا وحضرته عشان ندخله على الموديل. وهون قلت له بريدكت، وهون قلت له اعطيني اول ثلاثه توب بريدكشن، وهون قلت له اعطيني اول بريدكشن الهايست بريدكشن. فهي اول ثلاثه بريدكشن لاحظوا انه اعطاني هنا ايجيبشن كات 0.81، وهنا هي الهايست اللي هون موجود الهايست بريدكشن اللي هو كان ايجيبشن كات 81. طبعا انا جربت كله هذا على الجهاز تبعي واشتغل، لاحظوا انه بس اشغل هذا البرنامج لما يعمل على الموديل هنا بيعمل موديل كذا، بصير يعمل داونلود للموديل هذا. الموديل هذا الداون سايز تبعه بيختلف من يعني موديل لموديل، في شيء 100 ميجا، في شيء 200 ميجا، في شيء 5 ميجا الى اخره. فانت لما تعمل رن بدك تصبر لحد ما يعمل داونلود مباشره، حتشوف انت عمليه الداونلود راح تتم من خلاله. في اول مره فقط بعمل داونلود، والمرات الثانيه خلاص بلاقي الموديل موجود عنده وما بعمل له يعني امبورتنج. فلاحظوا انه الانسبشن مباشره واعطاني 81%. نروح على الاكسبشن. الاكسبشن واز انتروديوس باي فرانسيس هذا هو اللي عمل اصلا كيراس، اللي عمل كيراس. الاكسبشن از ان اكستنشن اوف ذا انسبشن اركتكتشر، هو اكستنشن للاكسبشن اركتكتشر، وهو الموديل الموضع عندكم بالطريقه هذا. فهاي هو الاكسبشن، ناخذ عليها مثال الاكسبشن. نفس الشيء عملت امبورتنج للاكسبشن هون، وعملت هون لودنج للايمج زي ما انتم شايفين، وعملت هنا بريدكت للموديل للايمج تبعي، قلت له بريدكت. هون طبعت اول ثلاثه توب، بعدين طبعت اول هايست توب، فهون طبع لي انه هاي ايجيبشن كات تقريبا 0.6، فلاحظوا 68، فالهايست عباره عن كان 68.35. لاحظوا انه الاكيوريسي اختلف من موديل لموديل على نفس الصوره، فالاكيوريسي اختلف من صوره لصوره بين موديل على موديل. فالصورة نفسها إذا بتروح على أكثر من موديل بتشوف إنه في أكيرسي مختلف. فهذا بقول لك قديش المعمارية النموذج هي كويسة وإنها الأكيرسي تبعها عالي. فلاحظوا كل ما أغير أنا كيف طريقة الكونفوليوشنز وكيف بتوصلها وقديش عدد اللايرز وكيف واصلة مع بعضها، بتحدد لي
قديش هذا النموذج قيم وقديش هذا النموذج يعني الاكيورسي تبعته عاليه والبرفورمانس كمان يكون عالي. نيجي على اللي بعديها الدنسلت. الدنسلت كل لاير مشبوكه مع اللايرز اللي بعديها، لاحظوا بالطريقه هاي. فزي ما انتم شايفين كل اللايرز مشبوكه، طبعا في يعني عده لايرز لكل نموذج، وهنا كل لاير مشبوكه مع اللاير اللي هي كومبليت لاير بقصد اللي بعديه. فهي كل لاير مشبوكه مع اللايرز اللي هو الدنسلت بسموها. ناخذ عليها مثال، فعملت امبورتنج للدنس نت بالطريقه هاي، وهي نفس المثال اللي قبل شوي اعطيناه، عملنا لود الايمج وعملنا اكسباند وعملنا بري بروسيس للانبوت وعملنا اول ثلاث برودكشن وعملنا اول برودكشن هايست برودكشن هون. فلاحظوا انه قال لي ايجيبشن كات اعطاني 90%، فلاحظوا انه اعطاني الايجيبشن كات عباره عن 90%، النموذج اللي قبله اعطاني تقريبا 68%. فهذا الدنس نت البرفورمانس تبعه او الاكيورسي تبعه على هاي الصورة كان أعلى من الأذرز. نشوف آخر موديل عندنا اللي هو الناس نت. الناس نت طبعا أو هو يعتبر من الهايست بيرفورمانس على أو موديل اسمه كان سي آي ثار 10. هاي داتا ست مختلفة عن الإيمج نت، بس لما سووها وكان البيرفورمانس ممتاز جدا وعالي، دي اكستندت على الايمج نت. زي ما انتم شايفين هاي اللايرز الموجوده على الايمج نت، فكان عندي ايمج 3x3 كونفوليوشن وسترايد 2 ريدكشن سيل 2 النورماليزيشن او نورمال سيل اللي ملتبلاي باي ان نودز، ف ريدكشن سيل نورمال سيل ريدكشن سيل نورمال سيل، بعدين بروح على السوفت ماكس. خلينا ناخذ مثال عليها. هذا المثال هي عملت هون امبورتنج للناس نت وعملت ناس نت لارج اللي شفناها بالجرافس قبل شويه. هاي من اشهر النتس الموجوده والبرفورمانس المفروض يكون كمان جيد عليها. هي عملت امبورت للفانكشنز الضروريه، عرفت الموديل عباره عن ناس نت لارج، وعملت هون الكات زي ما انتم شايفين، عملتها امبورتنج الايمج، عملت اكسباندنج، وعملت هنا بري بروسيس الانبوت زي ما شفنا قبل شوي في كل الكود يعني. ونفس الشيء الموديل يساوي بريدكت اكس، وطبع لي اول ثلاثه، بعدين هذول الثلاثه اصلا بيطبع لي الهايست، بيطبع لي هون الهايست. فاول ثلاثه كان عندي الايجيبشن كات طلع 73%، التايجر كات طلع 0.1، تابي طلع 0.0، والهايست كان عباره عن ايجيبشن كات 7.3. لاحظوا انه يعني هذا النموذج بجوز انه على صور اخرى يكون افضل من الصور اللي غيرها. يعني يختلف البرفورمانس تبع النموذج حسب انت ايش بدخل له الصوره وقديش وضوح الصوره وشو كيف الصوره مبنيه نفسها. يعني مثلا لما انت تسوي قطه كامله مش زي ما بس تسوي انت مثلا وجه قطه زي ما انتم ملاحظين، بجوز لو احط قطه كامله يكون البرفورمانس اعلى بكثير. فهذا سيمبلي الناس نت. اللي حابب طبعا يشوف السورس كود للمودلز في هاي الويب سايت هون، راح اخلي لكم اياه بالديسكربشن، بتروحوا عليه بتشوفوا كل المودلز بتشوفوا السورس كود تبعه. مثلا هاي عندنا الفي جي 16، هاي السورس كود بتشوفوا كيف هو مبني، كيف عامل بالضبط البنيه تبعت الشبكه وكيف السورس كود. ممكن تاخذوه وتعدلوه وتسووا انتم شبكه ثانيه، ممكن تحسنوا البيرفورمانس، ممكن طبعا هذا يفيد طلاب الماجستير والدكتوراه بحيث انهم يشوفوا موديل معين يحسنوا عليه بلايرز بزياده عدد اللايرز او تغيير معماريه الشبكه بحيث انه يكون البيرفورمانس اعلى، او واحدة ممكن انهم نفسهم كراس يعتمدوا هاي النماذج المعدله وياخذوها كنموذج جديد. وهيك بنكون خلصنا البري ترين مودلز. عرفنا بشكل مختصر، انا اختصر الموضوع، انه البري ترين مودلز هي مودلز مبنيه اوريدي مبنيه تستعملها عشان تعمل بريدكشن لاوبجكتس. الاوبجكتس تقريبا في 1000 اوبجكتس، 1000 في ويب سايت بتشوف ايش هم الاوبجكتس اذا حابب. بفيدني اني ما في داعي ابني انا موديل كبير ولايرز وادرب النتورك تبعتي واجيب الصور وياخذ وقت كبير جدا وبعدين يطلع حتى البرفورمانس واطي. فانا بستعمل البريتن مودلز حتى اني اعمل ديكشنز لصور او ريكوجنيشن لصور اوريدي موجوده. انا بستعمله 3 4 لاينز اوف كود بطلع الايمج وما بعمل له بريدكشن. فهذا بسموه الكراس ابلكيشنز اللي هم بري تريند مودلز. وارجو انكم تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع، وان شاء الله القاكم في درس اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.